يا مرحب بيكم ويا مرحبين بالناس اللي خست والناس اللي لسه بتخس والناس الجديدة اللي لسه بتشوفنا لأول مرة. احنا هنا دورنا معاكم في الصفحة والمحتوى بتاعنا أظن هادف قوي وبيعلمكم أسلوب التغذية عشان احنا داخلين على العيد وفي رمضان، والناس اللي هي اللو كارب دايت والكيتو بنحب نعمل لهم وصفات يفكوا بيها على نفسهم. جبت لهم النهاردة بوصفة اسمها ايه؟ فول سوداني؟ فول سوداني، زبدة فول سوداني، عاملين كحك بزبدة فول سوداني. بس مبدئيا كده هو الكحك ده يعني جات لنا واحده بنوته حلوه منا تمام في العياده وجابت لنا معاها، بصراحه دقناه كان طعمه حلو جدا، وانا سالتها الطريقه ايه وقالت لي الطريقه تمام. شابو ليك يا منا. ثانيه واحده قبل ما نخش في موضوع زبده الفول السوداني او فول السوداني، مبدئيا كده الفول السوداني ما هوش في الكيتو. صدمه تقول صدمه صدمه ليه؟ لانك انت لو بتاكله مملح، ها بصي في كذا نقطه، تاكله مملح يعني اتحمص دهونه طارت، فالدهون طارت فالكارب على، لما الكربوهيدرات على اصبح يطلعك من الكربوهيدرات. لكن هو ممكن يتاخد ني او هو نص سوا، او انت تجيبه ايه، تجيبه بقشر وتحمصه نص تحميصه في البيت عشان يبقى طعمه مقبول، وتحاول تاخده بدهونه خلاص. ده رقم واحد. بلس ان هو ما يصنفش من فئه النتس المكسرات، هو يصنف من فئه البقوليات، والبقوليات بترفع هرمون الانسولين وليها استجابه زي الفول العادي على هرمون الانسولين. ففي ممكن في منكم يمشي معاه وفي منكم ما بيمشيش معاه، بس خد بالكم من نقطه، يعتمد على ايه ان امتى تاخد الفول السوداني، على حسب المرحله اللي انت فيها من اللو كارب او الكيتو خلاص، ويعتمد انت بتحسب كميه البروتين ولا لا، وبيعتمد انك انت لو خدت كوبشه في الايد مثلا 50 جرام او الى 80 جرام على حسب وزنك. انا ما اعرفش مين، لازم تبقى انت عندك جود كنترول، لان هو فظيع. لا انا بحبه، هو فظيع، هو ممكن يجرك الى الرذيله. بلس ان ايه، ان هو بيخلي بالك اللي بياكل فول سوداني كتير بيزود الامساك. هي المركب ناقصه، هي المركب ناقصه، ده احنا يعني الامساك ده بنحارب فيه، بنحارب فيه. عامه ما تكترش منه، حاول تاكل معاه ايه مثلا جرجير بيض عشان تفصل طعمه، عشان طعمه ما يخلكش يجرك لليه تاخد منه اكتر. خد بالك انت في انهي مرحله من الكيتو عشان ما تخشش فيه جامد، لان هو ليه كميات معينه ارحاب سواء كيتو او لو كارب دايت. بس يعني لو في عيد مثلا، هو مثلا ال 100 جرام فيهم حوالي 15 جرام دهون، فيهم 50 جرام دهون، 15 جرام كربوهيدرات، 9 جرام الياف، يعني بيخش حوالي 6 يعني جرام كارب. يعني احنا دايما بنقول ايه، بس على حسب الدهون متحمص ولا لا. انا هقول لك على حاجه، بس في حاجه نقطه، احسن ما ناكل كحك بيبقى سكر ده احسن. صح يعني كلامها صح، يعني هي كده رحاب كسبتني في الحلقه. يعني ايه، احنا ما خرجناش من الدايره الجنسي الصحيه بتاعتنا، بس هي دائره اللو كارب دايت. تمام، انزل بقى بالكاميرا بس اول حاجه بدل بيصور، ربنا يستر. جبنا بيضه، رشه قرفه فوق البيضه تمام، وهنحط السكر بتاعنا، ومن قالت لي بقى نفضل ايه نضربهم كويس لحد لما نتاكد ان البيض، طبعا السكر زي ما احنا عارفين ده على حسب المذاق بتاع كل فرد فينا، نفضل نضربهم كويس قوي 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 قوي. انا عارف ان الحاج هتضربني. لا انا هضربهم هضربهم. بصوا يا جماعه، دي زبده فول السوداني، يفضل في البيت انت تجيب اللي هو الني وتقعد تطحن فيه لحد لما يبقى عامل كده اهو خلاص، وتحط عليه حته زبده او من غير زبده، او في اماكن دلوقتي تبيع زبده فول سوداني بتطحن قدامك عشان تضمن ان هو مش مضاف عليه سكر. يعني دوت احنا طحنينه في البيت لحد ما عطى الملمس ده. خلي بالك يا مش هيقع، حابه تضربنا انا وانت، صور عادل، ها مش ما عنديش طقطان عيد الحلقه، ها خلاص. بعد كده اهو حطينا ده كده زبده فول طبيعيه، هنحط نحطه ولا لسه؟ هو كده خلاص نتاكد ان القرفه والسكر تمام. وكل حاجه دول يا جماعه 250 جرام، يعني فيهم حوالي ال 100 جرام فيهم ما يقرب دخول جسمك 6 جرام كارب، فالكميه دي كلها 6 اضرب 6 في 2.5 يعني 12 18 جرام كربوهيدرات. هنشوف ال 18 جرام كارب هيطلع لي كام قرصه، واقسم ال 18 على عدد الاقراص هيطلع لك القرصه فيها كام جرام كارب، اتفقنا؟ عشان تتاخد سناكس وعلى حسب المرحلة اللي انت فيها. هي فعلا طعمها حلو، وممكن نحط فيها كاكاو تمام؟ ممكن اقلب بقى عشان انت عارف انا ايه كشخص، انا عكاك بطبعي. لا عكاك يعني نقعد بقى نتسلى كده ونقعد نضرب ونعمل وبعدين بقى قلش. لا لسه، ثواني
بص انا ما لقيتش بوينت. ممكن يمشي مع كحك العيد على فكره يعني، على انت فكره انت ممكن ان شاء الله نوى بوظها في العيد، نوى بوظها في العيد بقى كحك كيتو وايه، وهنعمل ان شاء الله كحك يطلع لكم لايت بقى، وانا بشرب بقى كحك العيد كده ايه كيتو. طب ينفع اقول لكم حاجه؟ هي مش مسكره. ما هي مش مسكره. بص بالنسبه للناس اللو كارب وبالنسبه للكيتو لما بياكلوا حاجه حلوه اوكي، انما انت لو كارب انت مش تاخد يوم اسبوع في الاسبوع فري. انت اكل ايه النهارده؟ النهارده مش كنت راجع من عند تيتا ومظبط الدنيا؟ لا رجعت اكلت قطايف. طيب اكل قطايف. اكلت قطايف. يعني قطايف ايه، كيتو ولا كيتو؟ وكحك. كل اسبوع كارب بنديها اسبوع فري، بنديها يوم فري مش اسبوع، يوم يا جماعه يوم، ركزوا معايا يوم، اللي هو وان شيت ميل كمان مش يوم، ده وجبه. انا قلت البدر استوب خلاص كده، استوب يعني استوب صح يا بدر؟ اه بس بصوا بعد شكلها بقى عامل ازاي يا جماعه. خلاص ادت ملمس العجين. شابو ليكي يا صاحبه الفكره اسمها منى صح، خاصة على فكره معانا باللو كارب والكيتو ما شاء الله عليها. انت حاطه رشه سمسم ولا ايه؟ لا لا خالص. تمام زي الفل. لا منى ما قالتش حط سمسم. اه بس يعني معانا منى، معانا منى. ها تمام معلش انا ما لقيتش جوانتي، الجوانتيات خلصت من عندي. وانت مين؟ احنا اللي يقرا يطلع بره الفيديو على طول. هنعمل كده يعني هنعملها دايره عاديه. تمام ده شكل لو حلو تعملوه. لا ده بقى الفن، ده بقى الفن، ده بقى الفن، ده الفن. ماشي ماشي وريهم شكلهم كده. هناخد فاصل. هنعمل كذا واحده، هنعمل كذا واحده، وهنيجي نقول لكم كام جرام كربوهيدرات في الواحده. فاصل. ودلوقتي ده بعد ما رحابة عملت النقش، وانا طبعا ما تفتكش ولا خلاص طبعا، وبدر عامل واحده وانا كلنا عامل واحده. دول حوالي كام؟ 15 واحده. وانا قلت لكم ان كل الكميه ديت اللي هي 250 جرام فول سوداني فيهم 15 جرام كارب، اقسم 15 جرام كارب على 12 هتطلع الواحده من دي بجرام و2 من 10 كربوهيدرات. تعتبر سناكس حلو لو انت حضرتك خدت واحده. اكتر من كده يبقى انا بزود في كميه البروتين. وخد بالكم زي ما قلت لكم لو الفول السوداني متحمص يبقى انت كده كربو اعلى من دهونه. هندخل بقى الفرن. ايه طبعا هي فاصل قد ايه؟ 10 دقايق صح؟ 10 دقايق 12 دقيقه ربع ساعه على حسب انتوا طبعا بتتابعوا. دخل الفرن بعد ما تطلع هنجي لكم تاني. هنجي لكم تاني بس انا هحضر كوبايه شاي بقى عشان اشربها، عشان اغسكم، بحب اغسكم. لا لا عيب كده تغسكم. وبعد مرور حوالي 20 دقيقه في الفرن صح؟ او ربع ساعه. ربع ساعه. طلع هذا الكحك بزبده فول السوداني. ما تنسوش ان التحميص في الفرن ده طيار للدهون، والدهون دي اللي انتوا بتشموها في البيت هي ناتجه، الريحه دي ناتجه عن الدهن بتاع الحته باينه. ايوه ريحتها حلوه ولكن هي دهونها قليله وكربها قلنا الواحده فيها جرام كرب، ما تزودوش فيها يا جماعه. لو انت جوه الكيتو نفسك في حاجه كده واحده بس. ايوه ممكن واحده كل يوم ولا واحده امتى؟ ممكن والله وانت ورزقك. بصوا احنا بعد ما هنطلعها من الفرن هنسيبها تبرد خالص 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 براحتها، وبعد ما تبرد هنبقى نحطها في الطبق لان احنا لو مسكناها هتفرفش. طبعا في ناس كتير جدا بتتفرج علينا بتنقدنا تقول لك ايه العك دوت اللي احنا بنعمله ده. عايز نقول لهم حاجه بس، انت جوه دايره الدايت هات لي دايت فيه وصفات، هات لي دايت لا مفيش في حاجات حلوه، هات لي دايت فيه اكل فيه دهون صحيه. بص اي دايت تاني هتمشي بقلبتك. ما ها والله دي هتمشي بقلبتك لان اكلك كله هيبقى على البخار ومسلوق، مش هتعرف تتكيف مع الناس كل صوتين. انما ده برضو ايه نوع دايت انت لما تيجي تاخد فري او تطلع يوم فري انت هتفك. يا رب تكون حلقه مفيده. ما تنسوش يا جماعه الحلقه دي لو عجبتك شير على قناه اليوتيوب، سبسكرايب ولايك وكومنت، ويا ريت تقولوا لنا زي ما منى قالت لنا ايه هو الحاجه. هي فكره حلوه وهي فعلا عملتها شير انتم يعني. في الكومنتات على فكره حبينا كل الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.